لا محمد لا لا صب اللحم في النص. صبه في النص طعني خلافي صعب بالحال. صبه صبه في النص عادي ما ابغى ياكلون. صبه في النص بس هي بس هذا ورده مكانه. انت امري انت بالله حطه هنا يا مخرج. انطلب هنا باقي في رز. ها لا تغسل في رز عشان تكب النعمه. يلا عليا حرس. لا انت وين انت مقرب انت بالملح اذا انا وجهك اي تبع رب استوى. اقول ما تبغى ولد اكرم كريم ما قولي في العافيه الله لا يهيك قال ما مخدو بالي سحيل طيب لا اللي حاد ريوني يا اخي اسمري ما دلع ها ريوني ما مو لا يعني بيجي بيجي دم بتحطنا ها اي اكثر شاب كنت خايف لو انا بالبيت الريان في ثواني جيتني عليه عند التايمر خلاص خلاص انت الصوت شغال ايه ولد شوف ولد عمك شو يقول جحدك وش نسوي؟ عامر منير انت على الهوا ها؟ انت على الهوا انت بتجيب العيد هذا ولد عمك. سلام يا محزمي. ارحب يا ولد عمي ارحب. سلام حزامي وحزام السعد ابو منير. ارحب ابشر بالسعد يلا حيه. الله يبجي وشلونك؟ ابشرك نحت اليوم ولا لا؟ كيف؟ نحت اليوم ولا لا؟ لا وش يقول؟ نحفت؟ لا تكفى يا ولد عمي موضوع فلوس صراحة فلوس الرجال نخاني وش يا رخاكي؟ عطى 50 شوف ألف شوف اللي حل 50 ريال؟ على كيفك أنت شوف اللي يناسبك وشن هو وروح دد مستحيل أنه 50 ألف 50 ريال والبراند والدنيا طيب عندك براند ولا تعلمني وصاي حركات ما هديتني عطر انا ما علمت لا حد يدري علي تكفى ما حد درى لا حد درى ما حد درى ما حد درى ولد بعدين اسمع لبيه تدري اني كل يوم عامل مني ولد عمي يعني قاعد افتخر فيك اصدمك يا اصدمك يا عليان تدري ان عامر منير هو اللي دفع الحصان البارح واصدمك شيء ثاني إيه؟ تدري ان صاحب الفضل في وجود عليها في برنامج لا احنا ما نبي مزارق طيب لا نبي 50000 بسرعه بعد ما قدمنا الا الزحل نبي 50000 نبي 50000 يا ابوي عندك 50000 من وين الله يسعدك اسمع عامر ايه اخذ من الصندوق واحسب عليها ب 75 لا اسمع ريان هلا اعطونا 50000 وخذوا عليان اي والله خذوها اذا كان عندكم ارتباطات شيء انا تراني يعني 50 مستحيل يعني اي جدا انا اذكر اني اعطوني في 30 ايه اعطوك بعامر اي لا يقول اعطوني 30 واخذوا عامر ايه يعني نعطيك 30 وناخذ اعطيناهم وخذوا عامر ايه الحاش من عندهم جاء امانه انا هلا انا ذل انه اعطيكم 50 وتنحاش اي هذا النظام عموما الله يعطيك العافيه لكن تفاهم لا طلعت ان شاء الله على حساب الراجح اوكي اي انطرني حلو ادعلك الله هلا هذا عامل الله يصلحه لا يا شيخ على بال اول سعيد ادري نعم ولد عمي الصغير ايه ندلع دايم انتهى الوقت ترى يا شباب انتهى الوقت وانتهينا انتهى الوقت يخصم على عليان خصم على الوقت لانه ما اجتاز الوقت خلصت يا ابوي خلصت لا معليش ما حط خلصت لا معليش خلصت لا اخليها تسوي رسومات في ثوبك خلصت يلا انا عندي سؤال يا شباب اسئلتك واجد اليوم ليش؟ لاني فاضي وطفشان لا تنعس عشان كذا تسال قاعد الملاعق وين يودونها؟ الملاعق وين يوديها؟ ناكلها من جوا خلي الملاعق انا اجيب لك كاسات وانت بسم الله طيب ما اش دراني عنها بسم الله
نبدا نتذوق اول طبق. لا تكبر انت مو اكلت لقمه. يلا اللحم يلا صور قول وين اللحم المفروض طلعوه من الصوره. ما عجبك؟ فيها شوي مره. انا ما ادري كيف تطبخون انتم يا عيال. لا معقوله 80 يوم يوم ابى كرشته 80 يوم من 84 يوم عجزتوا تعرفون تطبخون؟ ما نضخ كل احنا رجال غير كل وصف. حول الله حول الله. شوف شوف التقييم الحقيقي. شوف خليك دجاجه فيها 50000. إيه؟ الله إيه؟ الله 60 ايش يا اخي وانت امان افتح مطعم ها انا جمهورك ها ها مطعم هنا فاتح الله يا شيخ انا بري ذمه انا هو يبغى هو درهم هو ماك شغل يبغى وش ها فا ما في حاجتنا لا اله الا الله حق لا اله الا الله لا اله الا الله حق لا اله وش ذا القبح وش ذا الجمال القبح هنا الجمال هنا طيب نبدا نقيم قيم طيب شباب طيب. لبيك الله يلبي لك انا قاعد اعطي علي الشوراي تكفى لبيك علي ليه هي نقاط انا ما بقول ما بقول غايب ولا اقول لك تعب الرجال تعبان والله انا لا تدري ايش في تعبان النقاط كامله والله شفت صل على نبيك انا خلاص خدت